هفضل اقول الحمد لله على نعمة النادي الاهلي، والحمد لله مكسب النادي الاهلي النهاردة 2-0 وصعوده الى مربع الذهبي، ودي المرة الـ20 في تاريخ النادي الاهلي الصعود للمربع الذهبي. قبل ما اتكلم ولا اي حاجة، الف سلامة على حسين الشحات، وتكون حاجة بسيطة كده. بالنسبة بقى لاداء النادي الاهلي، فاداء النادي الاهلي النهاردة كان زي الزفت. هتقول لي يا عم ده كسب 2-0، اقول لك ايوه كسبنا 2-0 بس باداء سيء. مش ده الاداء اللي هتلعب قصاد صن داونز، مش ده الاداء اللي هتلعب قصاد مازيمبي مثلا لو صعب. انما النادي الاهلي في الشوط الاول ساب الشوط الاول لسيمبا، وكمان كولر كان عنده غلطه وكان عايز يلعب على كره واحده وهي الكرات الطوليه، وطبعا مدرب سيمبا عارف ان كولر بيلعب على الكرات الطوليه فقفله الاجناب. وعندك طبعا موريس مش هيوقف له حد، لان موريس ولا بيجري ولا بيعمل اي حاجه، وحتى المحطه اللي هو محطوط عشان يعملها ما بيعملش محطه. هتقول لي يا عم ده موريس هو اللي عامل اسيست الهدف الاول، اقول لك لو اي حد مكانه هيعمل اسيست زي كده، الكره سهله ومحضن ولعب اسيست لعمرو السوليه. وهفضل اقول الحل الوحيد للتكتلات الدفاعيه هي شوت من بره المنطقه. عندك عمرو السوليه دخل بسم الله ما شاء الله كره صاروخيه والهدف الاول للنادي الاهلي. وفي كل مباراه هنطلع نقول لولا تالق مصطفى شوبير النادي الاهلي كنا طلعنا من الشوط الاول 1-0. كلنا شفنا الهجمه اللي بروحين مصطفى شوبير طلع الكره على مرتين، شابوه يا ابني. وهنفضل نقول ابن الوز عوان، والحمد لله بدايه موفقه من النادي الاهلي في الشوط الثاني، واحراز النادي الاهلي الهدف الاول في بدايه الشوط الثاني. وطبعا اللي عمل الهدف هو رضا سليم، معفر رضا سليم مع المدافع واسيست كويس من موريس وصاروخيه عمرو السولي. اللي عجبنا اكتر واحد النهارده وهو الجندي المجهول محمد هاني. محمد هاني قفل الجبهه الشمال لسيمبا، وطبعا كلنا شفنا لعب سيمبا كان عن طريق الجبهه اليمين. وعندك ما شاء الله محمد عبد المنعم وكمان رامي ربيعه قفلوا الدفاع ورا، وراهم طبعا حارس مصر الاول والمتالق مصطفى شوبير. يعني مفيش دبانه هتعدي من دفاع النادي الاهلي، ولو عدت من دفاع النادي الاهلي فعندك حارس كويس جدا، حارس عرين النادي الاهلي وهو مصطفى شوبير. حد يفهمنا حاجه، هو حد معرف كولر ان التبديل حرام؟ كل مره يا يبدل في الدقيقه 75 يا يبدل في الدقيقه 70. النهارده قال لك لا انا هغير وهبدل بدري، راح مغير لك في الدقيقه 85. انا ما اعرفش انت بتعمل فينا ليه كده. الحمد لله على الفوز والصعود لنصف النهائي، بس لو هنفضل بالمستوى ده احب اقول لك ال 12 خارج النادي الاهلي. ان شاء الله طريقه كولر تتغير ونعمل جمل كويسه ونعمل هجمات اكتر من كده، لان الكره الطوليه في بعض الاحيان ما بتنفعش مع جميع الفرق، والمدربين التانيين بيبقى عارفين ان النادي الاهلي بيلعب على الكره الطوليه فبيقفل لك على المهاجم والاطراف، فعلشان كده الكره الطوليه مش هتنفع في جميع المباريات. اهم حاجه المستوى يتطور في المباراه اللي جايه، وال12 تكون في الجزيره بس كده. يلا سلام.